كهرباء بدون وقود من الشلالات الصناعية. يدرس قطاع الكهرباء إنشاء 3 مشروعات لإنتاج التيار من ضخ المياه أعلى قمم الجبال وتخزينها ثم إعادة إطلاقها كشلالات صناعية وبدون وقود. المشروع الجديد يبدأ بمشروع في عتاقة بالسويس بطاقة تتراوح بين 2000 إلى 2050 ميجا وات، وآخر بالعين السخنة. من ناحية أخرى، ناقش الوزير محمد شاكر وأعضاء مجلس نقابة المهندسين موقف الشبكة القومية والمشروعات المستهدفة إقامتها وما يمكن أن يساهم فيه مهندس مصر لإنقاذ وتقوية الشبكة بحلول غير تقليدية للمشاكل، وأيضا تطوير عمليات البحث والابتكار وغيرها. هي دي العقول المصرية، لما يكون عندنا أزمة لابد أن نبحث عن البدائل. أزمة الكهرباء يمكن تعاني منها مصر، وإذا كان هناك بدائل ممكن تخفف من أعباء هذه الأزمة فطبعا على كل رحب وسعة صدر لازم نتبنى هذه البدائل وندعمها في أقرب وقت. معانا الدكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي. دكتور سلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. جميل جدا ان احنا نفكر في بدائل تعوضنا عن ازمة الكهرباء، يمكن ابسط البدائل دي كهرباء بدون وقود من الشلالات الصناعية. رؤية حضرتك لهذا الموضوع يا فندم. لازم يكون واضح لدينا جميعا ان كل الخبراء في العالم يؤكدون على ان كل دولة لابد ان يكون لديها مصادر مختلفة من الطاقة. نعم. ومصر لديها البترول والغاز والطاقة الشمسية، وبدأت في الطاقة النووية. نعم. وبدأت في الطاقة الشمسية في الأقصر خلال الأيام السابقة. نعم. الحقيقة أن فكرة الطاقة المولدة من شلالات المياه هي نفس فكرة السد العالي، وهي نفس فكرة سد النهضة مثلا في إثيوبيا. نعم. في السد العالي نحن نقوم بتخزين المياه وراء السد ثم تنطلق المياه وتأتي الشلالات. نعم. فكرة مصر لديها الآن عجز حوالي 30% من الطاقة، وبالتالي السعي وراء مصادر مختلفة للطاقة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الشلالات ده إجراء جميل وإجراء طيب. نعم. لأن هناك مشكلتين. المشكلة الأولى أن هذا العجز يحمل مصر الكثير من العملة الصعبة، ولمثل 30% من استخدامها. نعم. النقطة الثانية أن هناك دعم للطاقة يصل ل 120 مليار جنيه. واحد يسأل يقول هو الدعم ده بيجي ازاي؟ نحن نستورد طن الوقود من الخارج بحوالي $1000. نعم. ويباع في الداخل ب 2000 جنيه، بمعنى ان كل طن في المواد البتروليه بياخد دعم حوالي 4000 جنيه. لذلك السعي وراء الحصول على مصادر مختلفه للطاقه، سواء الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح او طاقه شلالات مصبات المياه او الشلالات، هذا اجراء جميل ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نتمنى ان يتم مسد العجز في اقرب فرصه ممكن يا رب، ونتمنى برضو المزيد من العقول المصريه النابغه. بشكرك جدا دكتور احمد هارون الخبير الاقتصادي. يمكن بالامس كان عندنا فقره